أهلا بكم من جديد. في الفقرة الأولى سنتحدث عن فن الشارع أو الرسم على الجدران، ستريت آرت باللغة الإنجليزية، البعض يسميه بالجرافيتي. اليوم حنتعرف على كل حال من الفنانين التشكيليين الموجودين معنا على طبيعة هذا الفن واستخداماته وطريقته في تجميل المدن والشوارع المختلفة. منرحب بمؤسس المبادرة لهذا الفن علاء الدين رحمة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فنان. أنا بدي أسميك الفنان علاء الدين رحمة. الله يسعدك. وأيضا كلاكما ترى باش مهندس، اثنين مهندسين. يامن الخطاب. يامن الخطاب أهلا وسهلا فيك. وأنت كمان مهندس معماري وفنان تشكيل. مزبوط. صح ولا لا؟ أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحكم. شكرا كثير لاستضافتكم لإلنا. هذا شرف كثير كبير لإلنا نكون معكم في برنامج يوم جديد. يعني شرف إلنا. ويمكن أنا وسمر كنا نحكي يوم الصبح، كنت بحكي لها قد ايه دائما عندنا فضول نعرف عن رسم على الجدران، بنشوف بالشوارع وهالمساحات والجدران العالية. صح. اكيد بياخذ كثير وقت، واليوم رح نعرف كل تفاصيل منكم. بداية هاي المبادرة انا حاب اعرف على امتى بلشت فيها وامتى اطلقتها؟ هلا مبادرتنا اسمها اندر جراوند عمان او تحت ارض عمان. بلشنا فيها قبل 4 سنين بشهر 9 2019. هاي مبادرة شبابية تهدف إلى نشر التوعية وتسليط الضوء على فنانين الشارع وعلى هاي الجداريات اللي بنشوفها منتشرة في الآن في جميع المحافظات. وكمان واحدة من أهدافها تنشيط السياحة الفنية، لأنه إحنا بنعمل فيها جولات سياحية فنية، بنأخذ الناس معنا في الشارع وبنحكي عن هاي الرسمات، بنعرف الناس إيش الرسمات المرسومة، شو القصص تبعتها، شو الأهداف من وراها، ومنغطيها بشكل يعني عام. في عنا الآن جولتين رئيسيات. الجولة الأولى هي جولة وسط البلد، بتبلش من جبل عمان من شارع الرينبو، بننزل على وسط البلد وبعدها بنطلع على جبل الويبدة. والجولة الثانية هي في منطقة الهاشمي الشمالي، عشان بدنا عم نشوف الرسومات هنا. نعم. جميل جدا. رائع. هاي الرسمات أغلبها في الهاشم الشمالي، خاصة الكبيرة اللي على الإمارات. أشوفهم والله بيعجبون كثير فعلا. يعطيكم العافية. الله يعافيك. نعم. الله يسعدك. وبرضو بنحاول أنه نعمل فعاليات لتعزيز الشباب اللي عم بيشتغلوا على هاي الجداريات. يعني مشاركتهم مهمة كمان، أنه تكتشفوا مين في كمان فنانين غيركم موجودين حتى يتشاركوا مع بعض. أكيد. أنا بدي أعرف شوية تفاصيل عن هذا الفن. هلأ يعني أنتوا كيف بتختاروا أولاً المكان؟ يعني بتقولوا هذا الحائط أو هذا الجدار حلو لو إجت عليه رسمة أو إجت عليه لوحة. تاني شيء، هل بلزمكم تاخذوا تراخيص أو أذونات من أمانة عمان؟ احكي لي أكثر. مزبوط. يعني احنا بناخذ تراخيص. هلا اهم شيء الحيط الحلو بالنسبه انه هو حسب المنطقه. يعني في مناطق بنحس انه محتاجه فن اكثر، محتاج يعني بتحس الحارات القديمه حابه انه يكون في فن اكثر عندها، فبالعاده هي المنطقه اكثر من الحيط. يعني المنطقه بتحدد انه احنا حابين نرسم بهاي المنطقه مشان انه مش بس نجملها، لا بتكون في مناطق اصلا جميله بس محتاجه فن اكثر. الشيء الثاني، احنا بنحتاج تراخيص. يعني طبعا بحسب المنطقه، بحسب اذا الحيط يعني شخصي بالضبط 100%. بس اهم شيء ناخذ تراخيص على الافكار اللي بدنا نحكي فيها. يعني بالضبط. يمكن انا هون اللي بدي احكي انه القصص اللي بيتم رسمها او حتى الرسومات اللي بتعكس، مرات بنشوفها تاريخ، تراث اردني، بورتريه، مرات بالضبط بورتريه لشخصيات معينه او حتى اشخاص ممكن ما بنعرفهم. كيف تختاروا هذه الرسمات؟ هلا اتوقع يعمل بتحب الجو. ما عندي مشكله. يعني هو بالعاده الفنان بناء على الخلفيه تبعته او الباك جراوند تبعته هو. يعني مثلا في ناس بتحسيهم كثير متصلين مثلا بفلسطين، بيحكوا عنها اكثر بجدارياتهم. في ناس بتحسيهم متصلين بمواضيع زي المياه مثلا ونقص المياه كذا، فبرسموا عنها كثير. يعني بالعاده حسب الفنان. بس بحس الهدف الاهم لها هي تجميل المنطقه. يعني هل تاخذوا بالاعتبار المنطقه نفسها شو ترسموا فيها؟ مثلا الويبدة يعني لها خصوصيه مثلا غير على الهاشم الشمالي. أكيد. جبل عمان تعرف. أكيد. في كل منطقه لها حلاوتها ولها قصتها الخاصه فيها. مزبوط. وبحس اغلب الفنانين يعني لانه هلا صار في تنوع، في اكثر من 50 فنان فنانه بيعملوا فن الشارع، فاكيد برضه بتلعب دور بالفنان نفسه. ايش الرؤيه تبعتهم، ايش الهدف من هاي الرسمات،
المنطقة نفسها بتعطي نكهة هي بتحسيها بتحدد هاي النكهة، بتحسي مثلا زي وسط البلد درج الكلحة صح. مكان ثقافي فيه كافيهات ثقافية، فالرسمات بتكون بهذاك نجيب محفوظ محمود درويش قصيدة كتابة. هل الكتابة والخط موجودين في الرسومات الشارع؟ 100% بالعكس، أحد الأشياء اللي فعليا إحنا معروفين عنها اللي هو فن الخط، وفي كتير فنانين خلاص معروفين إنه هو مثلا الخط تبعه 100% كلمة معينة أكيد 100% هو هذا أسلوب جديد وعم بنتشر في الوطن العربي اللي هو دمج الجرافيتي مع الخط العربي. شو بيختلف انا يعني لانه في خلط يعني الجرافيتي شو هو فن الشارع او الرسمات هاي شو هي، شو بتختلف هاي الاشياء عن بعضها يعني؟ اوكي هي انا بالنسبه لي مسميات كلها بتدل على شيء معين بس كلها بتحكي عن فن الشارع. الجرافيتي هو فن الكتابه اللي بلش في امريكا صح، وهو جزء من ثقافه الهيب هوب صح، اللي هو بكتبوا فيه اسمهم او بتسمى التاج كمان باللغة الإنجليزية. هذا هو كان فن الجرافيتي الأصلي اللي طلع من أمريكا. فن الشارع اللي انتشر فيه الشخصيات، رسم البورتريتس، المناظر الطبيعية، فصار فيه تنوع أكبر صح. وكله بيشمله فن الشارع لأنه في النهاية في الشارع. نعم. أنا بدي أسأل يامن، على ما بعرف كثير، أنا ما شفت ولا مرة ناس عم ترسم رسمة، احنا بنشوف الجدارية فجأة بنلاقي كيف ترسموها بالليل؟ كيف ترسموها أول إشي وقديش تاخذ بالليل؟ والله هي ملاحظة مهمة. وهي رش ولا أحيانا بتكون دهان يعني حسب شو؟ يعني هي برضه حسب الفنان، يعني في فنانين بيحبوا يرسموا بالليل، في فنانين بيحبوا يرسموا الصبح، خصوصا الجداريات الكبيرة هاي بيطلعوا بكرينات فيها يعني صح. وبتاخذ وقت أكثر يعني من 3 أيام لأسبوع تقريبا، بس برضه حسب الفنان، حسب الستايل اللي عم يشتغل فيه، حسب يعني في مرات فنانين بيحبوا يشتغلوا ديتيلز كثيره وتفاصيل يعني مليانه، وفي فنانين بحبوا انه خلص تكون الرسمه بسيطه وزي ما قرش ولا دهان ولا حسب برضه حسب الفنان، حسب الفنان، حسب البادجت تبعت المشروع، حسب يعني في كثير عوامل بتحدد يعني انا مثلا اوكي حسب الرسمه بالضبط، يعني مثلا بشتغل دهان عادي، في فنانين بيشتغلوا بالسبراي دهان عادي بتحب 100% حسب الستايل. قلت عن البادجت، من وين بتمولوا حالكم علاء الدين؟ دائماً التمويل هيك الواحد بتنهد وبتنفس حالته حالة كلنا حقيقة مش حالة. يعني أتمنى أنه يصير في دعم، أتمنى أنه يصير في تمويل خلينا نحكي بشكل عام لهذا الفن. أغلب الأحيان من البداية إلى الآن بنعمل أغلب الرسمات على حسابنا الشخصي، مع أننا شباب أغلبهم طلاب وطالبات. في شيء تطوعي كمان عم بيصير، اغلبها اعمال تطوعيه. اعمال تطوعيه، برافو عليكم والله، ما احلاكم. في جداريات امراض بتكون مثلا بيجي تمويل من جهات خلينا نحكي منظمات متاحف حتى امانه عمان جاليريز يعني هيك شيء حلو. فهدول بيكونوا قد ايه عددكم؟ يعني انا عشان كثير بعمل احصائيات في تقريبا 50 فنان وفنانه. حلو. هم 35 فنانة، الفنانات أكثر من الفنانين. والله عليهم أحلى شطورات. البنات عم برسموا أكثر من الشباب فن الشارع. طورين. بس مع إنه صعب يعني إنت عم بحكي عن كرينز ويطلعوا سلم وينزل وهيك يعني برافو عليهم. هذا إشي مختلف نفتخر فيه لأنه أغلب كل بلدان العالم بالأغلبية بتكون الشباب صح هي اللي بتعمله صح. فهون عندنا نكهة مميزة في الأردن أكيد. في طابع أنثوي أكيد. يا من سؤالي مثلا ممكن أي حدا يتطوع يبلش معاكم وكيف ممكن يتواصل معاكم بنفس الوقت يعني؟ بأكيد فينا يعني كل فترة بنعمل إيفنتات إحنا إنه بيلا اللي حاب يرسم حاب يجرب الموضوع يجي. قبل فترة بلشنا نعمل زي ووركشوب جديدة هاي حابين إنه زي نسهل الطريق عليهم ونخليهم إنه خلص الأساسيات يعني نعلمهم إياها على أساس إنه يكتر عددنا بالآخر لأنه عمان دائما محتاجة كمان فنانين أكثر طبعاً. مشان عبيها يعني أكثر لأنه في مناطق فعليا فرقت بعد زي الهاشم الشمالي زي مثلا درج الكلحة المحلات اللي كانت موجودة يعني بيحكوا لنا إنه شكرا لكم إنه صار في روح جديدة وصار في سياح يجوا بس مشان يشوفوا الجداريات وكثير عم بشوف ناس بيلتقطوا صور مع خلفية الجداريات اللي أنتوا عم تعملوها الحقيقة
رائعين رائعين. علاء الدين، يعني شو امنيتك بالنسبه لهي المبادره؟ هل يعني احنا بنحكي قاعدين على عمان، هل في تفكير؟ قبل فتره سمعنا عن جداريه في الطفيله، في تتذكر انا وابراهيم حكينا عنها، هل فكرتوا تنقلوا المبادره او تروحوا تصيروا تسافروا لمحافظات ثانيه؟ والله بالتاكيد يعني هذا شيء بتمناه، يعني ان شاء الله، حتى بنفكر انه اذا تيسرت الامور نعمل باص مثلا يصير يلف على المحافظات، متخصص ايوه بفن الشارع. نعم. امنيتي انه ان شاء الله في العشر سنوات القادمه انه الاردن تكون محطه رئيسيه لفن الشارع لفنون هاي. عم بيجينا سواح كتير الحمد لله، بيطلعوا معنا على الجولات كتير عم تعجبهم. عم نتعامل مع هيئة تنشيط السياحة، بيجوا الانفلونسرز برضو معنا بيصوروا. حلو. نطلع هاي الصورة الفريدة، خلينا نحكي اللي عم بتصير هلا في عمان. صح. عم يعني مهم كثير موضوع مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ايه انكم عم تحاولوا تجمعوا حالكم وتتواصلوا من خلال المبادرات او الورك شوبس اللي عم تعملوها. يعني بدنا نشكركم يامن وايضا علاء على وجودكم معنا اليوم، نتمنى لكم يا رب التوفيق بهاي المبادره. يامن اذا بتحب تحكي اي شيء، يعني كونك كمان بالجامعه بتدرس هندسه معماريه وبنفس الوقت عم تتطوع وعم بتبادر بهذا الشيء، قديش شغف قادر تدمجه كمان خلال دراستك؟ 100%. يعني احنا الشيء اللي بنقدر نحكي انه للناس اللي حابين عندهم شغف، عندهم اي شيء له دخل بالفن، انه يجوا يجربوا. يعني بالاخر الفن اللي للشارع كثير احلى، يعني بالنسبه بوجهه نظري يعني احلى من الفن اللي على ورق بالاخر، مشان للناس وبالاخر والناس بتستفيد منه. وعمان بقول لك لسه بتحتاج وبدها كمان، يعني مش بس عمان تستاهل منا، تستاهل منا نرد لها 100%. انا بقول انه برنامجنا اليوم موفق لانه استفتح فيكم. يعني انا شخصيا مبسوطه انكم انتم كنتوا اول ضيوفنا، اعطيتونا هيك روح معنويه حلوه. شكرا جزيلا يامن. شكرا جزيلا علاء الدين. اكيد بس اضيف شغله، اللي بحب يعرف اكثر عن هذا فن الشارع بيقدر يلاقينا على مواقع التواصل الاجتماعي اندرجراوند عمان. برضو الورشات العمل ما زالت مستمره كل يوم سبت، اللي بحب انه يجي يشارك فيها يشرفنا بيعمل داعي. ممتاز. يلا ان شاء الله بنروح. يلا انا جاهز. شكرا جزيلا لكم. شكرا.